You're welcome. Thank you so much for clicking up, you guys. Doing great. My name is Bukumi Bikekran. So we're going to be checking out an amazing and beneficial teaching style of Quran. So let's check it out, guys. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا The tone is different. يا Okay. Three step. Then hold your voice. Do the complete mouth. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا and one instead hold your vibration of your song and complete the mat. Start from here. يا أيها الناس فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله لام must be clear وإلى الله فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه
بالسعير. أحسن. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زمين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Not hurry when you stop and start again. Don't be fast. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. The tone is different. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت. والله الذي أرسل الرياح أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. والله الذي Not in the nose and make a thick sound with the full of mouth. Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fatuthiru raha the dhamma on the top, so it must come with the full of mouth with a thick sound. وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ. وَاللَّهُ الَّذِي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أحسن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله واو amazing guys and I love the fact that this guy
this young boy is willing to learn and is a quick learner. He's a very smart boy, intelligent. So I can just imagine you reciting the Quran, and you know, it's not a small work. I don't know the chapter he's reciting. I don't know the story he's reciting as a non-Muslim. I wish they gave translation to it while they were reciting the Quran. But I'm sure it's a powerful message. And this looks like a mosque. And I could hear some other children also having their own lesson, or will I say teaching. They just demonstrated how you can recite the Quran from a young age. And there was a part that the small boy didn't get, and the man corrected him with love. The man corrected him with love, and that's one thing I love about this particular video. You know, the patience, the love, the understanding, the willingness to learn, and the fact that they were just being calm, the atmosphere was calm. And there was a part where the man was correcting this young boy. And I'm not saying something about Quran is that is the tone. It has different tones. So if you give a different tone, that means you're saying a different thing entirely. So that tone he was using, I'm sure it has a different meaning. So that's why the man was correcting him that, okay, this is the tone you use to recite that particular verse. And I love it. I love this video. That was a beautiful one. It made me understand more about Quran and how they teach them about the Quran and they learn about the Quran. And that was mind-blowing. The fact that he's not even looking through the Quran to know what next will come up. He has done his assignment well. The young boy has recited, and I'm sure he has memorized a lot of verses. And that's really impressive. As a non-Muslim, I see this very, very impressive. Let me know your point of view, your thoughts in the comment box. I'll see you guys in the next one. Bye. What? What?